إطلاق الرصاص. طبعا أطلق الرصاص عليه، والشاب زميله كان قال بأنه عندما ضربوه بالكروس المرة الأولى كان فريني، كان الشاب هذا رحمه الله نائل، كان حاط رجله بالتأكيد على الفران، تحركت السيارة فزادوا ضربه بكروس واحد آخر، زاد تحركت أكثر لأنه فقد التوازن فأطلقوا عليه الرصاص. السؤال البسيط، هل واحد يرفض دوب تيمبيري كما يسموها دوبيير نوردر تاع لاجون باش يحبس، هل رد الفعل يكون بالقتل؟ لا. ودرك نشوفوا شكون اللي قالوا لا ايضا داخل من داخل فرنسا يعني. لكن قبل ذلك خلينا نشوف بعض الصور نتاع بعض الصور العنيفه والعنيفه جدا الحقيقه اللي كانت في فرنسا. هذه صور أخرى، هذه ليلة البارحة من الخميس إلى الجمعة. حقيقة حرائق امتدت إلى الحرائق امتدت إلى مقرات الشرطة، مقرات رسمية، إلى البلديات، إلى الحافلات، إلى مراكز رسمية، إلى السيارات بآلاف السيارات التي تم إحراقها، شاحنات، الحافلات، مراكز تم تجارية تم تكسيرها إلى آخره. شيء مهيل راه يقع، شيء مرعب يعني بكل ما تعنيه. أنا شخصيا لست مع العنف، لست مع العنف تحت أي مبرر، وأرفض العنف تحت أي مبرر، لكن في شرح لما يحدث مفهوم ما يحدث. أكيد أنه كل عاقل يرفض الحرائق، يرفض الدمار، يرفض القتل، هذا هو منطق الأشياء. لكن مفهوم عندما يكون هناك كراهية مؤسساتية، عندما يكون هناك استفزازات مستمرة، فردود الفعل نتاع الناس تختلف. وهذا الموضوع نتاع مقتل نائل هذا رحمه الله، هذه قطرة أفاضت الكأس. كما قلت من قبل 13 قتيل بنفس الطريقة وعشرات الجرحى، واحد يرفض التوقف يطلق عليه النار. هذا لا يحدث تقريبا في أي بلد أوروبي آخر فيما أعرف، أو على الأقل ربما هناك بلدان قليلة جدا اللي تعطي الحق للشرطي أن يطلق النار إذا واحد رفض التوقف. ممكن يطلق الرصاص على العجلات، تكريفي لي بنو، مانيش عارف انا، كاين عندهم ادوات مرات يرموها يوقفوا السياره بها، لك تطلق الرصاص وابو بورتون وتطلق مباشره، هذا جنون، هذا